كانت الفتاة الجميلة تدعى نينا، راقصة باليه مشهورة جاءت من خلفية فقيرة. نينا مذهلة، أتمنى أن أصبح راقصة باليه موهوبة مثلها يوماً ما. ومع ذلك لا يمكن لأحد أن يخمن أن هذا سيكون آخر أداء لنينا على المسرح. لا فائدة من ذلك، وقتي ينفذ. نينا لا تبدو بخير، أتساءل عما إذا كانت بخير. ها؟ نينا أنت تبدين شاحبة جدا، دعيني أخذك إلى الطبيب. لا فائدة، وقتي ينفذ، أرجوك اتركيني وشأني. لا تستسلمي، ستتحسنين وستستمرين في أداء رقصات الباليه الجميلة. أنت مثلي الأعلى، الشخص الذي يمنحني الدافع للاعتقاد بأنه حتى الفقراء يمكنهم التألق. أريد حقا أن أصبح راقصة موهوبة مثلك. شكرا لدعمك لي دائما، استمري في المحاولة، لا تستسلمي سريعا، وينتهي الأمر بنهاية مأساوية مثل نهاية حياتي. نينا هل أنت بخير؟ أوه لا، كيف تجرؤين على التراخي والخروج للعب؟ لم تكن فيليسي تعلم أن هذه هي المرة الأخيرة التي ترى فيها نينا. قايضت نينا طوال حياتها لتحقيق أجمل وأروع الرقصات. لم يتمكن أحد غير نينا من رؤية اليد الشيطانية التي أعطتها كل المجد الذي كانت تتوق إليه. أرقدي بسلام أيتها الفتاة الحمقاء، سأستمر في العثور على المزيد من الضحايا لتحقيق خططي المظلمة. نينا الراقصة الموهوبة اختفت في ظروف غامضة. نظفي هذا الفستان جيدا من أجلي، إذا لم يكن الأمر كذلك فلن تحصلي على أي طعام. حسنا سيدتي. كاميل أسرعي، سوف نتأخر. حسنا أمي. نينا عزيزتي أتمنى أن تكوني بخير. ذهبت كاميل ووالديها في إجازة في عربة فاخرة، وفي الوقت نفسه كان على فيليسي البقاء في المنزل وتنظيفه تماما كما ينبغي للخادمة. ثم تلقت فيليسي رسالتين في نفس الوقت. أعلنت الرسالة الأولى وفاة كاميل. كانت الرسالة الثانية عبارة عن خطاب قبول من مدرسة الباليه الملكية موجه إلى كاميل. قررت فيليسي انتحال شخصية كاميل والالتحاق بدراسة الباليه الملكية. ومع ذلك بينما كان الجميع يدورون برشاقة، بدت فيليسي أشبه بقرد يؤدي عملاً كوميدياً. كاميل، لا تعتقدي أن امتلاك المال سيمنحك معاملة خاصة ويسمح لك بالكسل. كل يوم سيتم استبعاد شخص واحد. سيتم السماح للثلاثة الأوائل بمواصلة الدراسة. لا أريد أن أطرد، لا أريد أن أخيب ظن نينا. وبشكل غير متوقع وجدت فيليسي متجراً مظلماً يسمى يمكنك أن تجعل كل أحلامك تتحقق. أرجوك ساعديني في أن أصبح أفضل راقصة باليه، أستطيع أن أعطيك كل ثروتي كلها. على الرغم من أنك ترتدين ملابس غنية إلا أن جسدك تفوح منه رائحة الفقر. توفيت سيدتي ولدي الآن الكثير من المال، أستطيع أن أعطيه لك. أريد شيئا آخر منك، شيئا أكثر قيمة بكثير من المال. عمرك. عمري؟ كم تريدين؟ الأمر متروك لك، 10 سنوات أو سنة، حتى ساعة واحدة فقط. وبعد بعض التردد اعتقدت فيليسي أن الأمر ليس مهما ووافقت على الصفقة. أوه لا، ما هذا؟ لا تقلقي يا فتاة، لا أحد غيرك يستطيع رؤية هذه اليد. هذه اليد ستتحكم في جسدك وتساعدك على أداء أجمل رقصات في العالم.
لا مثيل لها من قبل أي شخص. ها؟ تذكري أن كل رقصة تأخذ دقيقة من حياتك، لذا كوني حذرة. نعم أتذكر، شكرا جزيلا لك. احترقي ببراعة. قامت فيليسي بسهولة بأداء رقصات باليه جميلة لمفاجأة الناس. ها؟ وتغلبت فيليسي على منافسيها وأصبحت واحدة من أفضل ثلاث مؤهلات لمواصلة الدراسة الأكاديمية. ليس ذلك فحسب، بل شاركت فيليسي في العديد من العروض المرموقة ونالت المجد والتقدير من الكثيرين. العيش في ترف وتألق، فقدت فيليسي نفسها، أصبحت متعجرفة ونسيت هدفها الأولي في أن تصبح غنية لمساعدة أصدقائها الفقراء، بل ونظرت إليهم بازدراء. هؤلاء الأطفال المساكين مزعجون حقاً. ربما أكون مرهقة، أحتاج إلى الراحة. ها؟ أنت لم تتدربي على الإطلاق، كل رقصاتك الجميلة أديتها أنا. ماذا تقول؟ ألسنا واحد؟ نعم، يجب أن ترتاحي، لم يتبقى لك سوى شهر واحد لتعيشي. وفقاً للعقد، في كل مرة تعقد فيها صفقة باليد، كان على فيليسي أن تتاجر بدقيقة واحدة من عمرها. في البداية اعتقدت أن الأمر غير مهم، لذا قامت بإجراء المعاملات بحرية. لم تدرك أن الوقت المتبقي لها في العيش أصبح قصيراً للغاية. في هذه المرحلة شعرت فيليسي بالصدمة والندم التام. بحثت عن الساحرة على أمل أن تتمكن الساحرة من إنقاذ حياتها. أرجوك ساعديني، ما زلت شابة، لدي الكثير من التطلعات التي يجب تحقيقها. أنا أحتقر الكسالى والفقراء مثلك. منذ زمن كنت راقصة باليه موهوبة، صعدت إلى الشهرة من خلال مجهودي الخاص، لكني تعرضت للخيانة من قبل زميل فقير، مما جعل ساقي غير قادر على الرقص. بعد ذلك انضممت إلى قوى الظلام وأنشأت يدا شيطانية للانتقام لي. ضحيتي الأولى كانت فتاة كسولة وجشعة متعطشة للشهرة مثلك تماماً. هرمت الفتاة الكسولة عدوي بسهولة، مما أدى إلى سقوطها في قاع المجتمع. ودفعت الفتاة الكسولة ثمناً باهظاً، حيث بدأ عمرها ينفذ تدريجياً. وبعد وفاتها بحثت عن فتيات أخريات غبيات، وأغبى فتاة كانت نينا، التي استنفدت عمرها في بضعة أشهر فقط حتى أسرع منك. توفيت نينا؟ لا يمكن أن يكون هذا. كانت نينا طيبة القلب للغاية، استخدمت كل ما كسبته لعلاج والدتها ومساعدة الأطفال الفقراء الآخرين. هل يمكن أن تكون طيبتها هو ما أهلكها؟ بدوني أنتم جميعا لا شيء. أرجوك سامحيني نينا أيضا، أنت عديمة الفائدة الآن، لن أضيع وقتي عليك، سأجد ضحايا جدد للعب معهم. عادت فيليسي اليائسة إلى الأكاديمية وهي حزينة، وفي هذه اللحظة تلقت خبرا صادما آخر. كانت كاميل لا تزال على قيد الحياة وعادت لاستعادة هويتها. فيليسي، كيف تجرؤين على انتحال شخصيتي؟
ثم طردت فيليسي وتركتها وحيدة. لقد كنت مخطئة، كان يجب أن أستمع إلى نينا. ها؟ كان يجب أن أتقبل الفشل وأقوم من جديد بالصدق. هل أنا في الجنة الآن؟ ولكن هذا الوجه يبدو مألوفاً. آنسة آنا، لماذا أنت معي في الجنة؟ ها؟ لا تتكلمي بالسوء فيليسي، كلانا لا يزال على الأرض. استريحي الآن، عندما تتعافي سنتدرب على الباليه معاً مرة أخرى. يا لها من فتاة مسكينة، أتمنى أن تتمكن من التغلب على هذه الصدمة. فيليسي اعتادت أن تنظر إليك بازدراء، ألست غاضبة منها؟ كنت مثلها الأعلى. ها؟ والأسوأ من ذلك، لكي أكتسب الشهرة قمت بتدمير راقصة باليه موهوبة، ثم هزمت وخسرت كل شيء. لولا أنك لم تأتي لكانت أيامي الأخيرة بائسة. أتمنى أن تتمكني من إنقاذ حياة هذه الفتاة تماما كما أنقذت حياتي. بالطبع سأبذل قصارى جهدي. لم تكن أنا معلمة مستبدة، تم استقبال الطلاب الذين تم إقصاؤهم سرا وتعليمهم ليصبحوا راقصي باليه حقيقيين. فيليسي اقفزي لأعلى والمسي الجرس، لكن عندما تهبطين لا ترشي أي ماء. تعلمت فيليسي بجد المهارات الأساسية والمتقدمة. ها؟ فهمت تدريجيا لماذا يستطيع راقصو الباليه التحرك برشاقة مثل البجع وإنشاء مثل هذه الرقصات الجميلة. وأخيرا عدت إلى حبي الأصلي للباليه. على الرغم من أن الوقت متأخر إلا أني سعيدة للغاية. ها؟ فيليسي هل أنت بخير؟ ما زلت عديمة الفائدة كما كنت من قبل، أليس كذلك؟ لا مطلقا، تحسنت كثيرا وقررت تسجيلك في مسابقة الباليه الملكية. هل أنا مؤهلة لذلك؟ أنت تستحقين ذلك تماما، استمري في المحاولة. شكرا جزيلا. كانت كاميل الضحية التالية للساحرة. كونها كسولة بشكل لا يصدق، لم يكن بإمكانها سوى إنتاج رقصات باليه رهيبة. بحثت كاميل عن الساحرة وعقدت صفقة مع اليد المظلمة ووافقت الساحرة عليها. حققت كاميل تقدماً ملحوظاً وتأهلت لمسابقة الباليه الملكية بمساعدة اليد. كان أداء كاميل جيداً بشكل استثنائي، وكان من المؤكد تقريباً أن تفوز بالبطولة. مع ذلك عندما ظهرت فيليسي الممثلة الأخيرة تغيرت اللعبة. قامت فيليسي بأداء رقصة باليه مؤثرة. أسرت قلوب لجنة التحكيم والجمهور بأكمله. سأستغل آخر أيام حياتي لأصنع أجمل رقصة باليه، ثم سأجتمع مجدداً مع نينا بابتسامة على وجهي. والفائزة في هذه المسابقة هي ها؟ فيليسيا. ها؟ أنت محتالة. نص العقد بوضوح على أن اليد المظلمة ستخلق رقصات لا تهزم، ولكن إذا هزمت سترفع اللعنة وأتحول إلى رماد. لا لا لا! استعادت فيليسي وكاميل عمرهما الضائع. نينا حدثت لي معجزة، لا أستطيع أن أصدق أنني ما زلت على قيد الحياة. سأواصل الدراسة في مدرسة الباليه الملكية وأسعى لتحقيق حلمي. أما كاميل فقد كادت أن تطرد من المدرسة.
كانت في حالة من اليأس، حيث علمت أنه إذا طردت من المدرسة الباليه فإن حياتها الفاخرة ستنتهي. من المؤكد أن والديها سيطردونها من المنزل لأنها كانت عديمة الفائدة ولا تستحق سلالة الباليه النبيلة. ومع ذلك قررت أنا وآنا استضافة كاميل ومساعدتها. أدركت كاميل فيما بعد خطأها وتدربت معي لتصبح راقصة باليه متميزة، وسأواصل حلم نينا في مساعدة الأطفال الفقراء وإدخال السعادة إلى الحياة التعيسة. ارتفع المحيط الشاسع بعنف كما لو كان مستعداً لابتلاع كل ما يجرؤ على الاقتراب، ومع ذلك كان هناك شخص أحمق أراد أن يغرق مباشرة في فم ذلك الوحش. كانت خادمتنا المسكينة دوروتا تزحف نحو الحافة في يأس. تجمد وجهها مثل مومياء قديمة وعيناها مغمضتان وكأنهما لم يريا النور منذ آلاف السنين. إنه قادم، إنه قادم. وبخطوات قليلة فقط ستكون فتاتنا المسكينة ممددة إلى الأبد في أحضان البحر. كانت الأشياء الفظيعة التي حدثت لدوروتا مأساة أدخلت نفسها فيها. كانت أشهر خادمة في المملكة، ذكية جدا ولطيفة. لكنها لم تكن تثق بنفسها. كانت دوروتا خجولة بشكل خاص عندما قابلت الأمير جاك. هل أنت بخير؟ عليك أن تكوني حذرة. حسناً. أوه شكراً لك يا أمير. كانت دوروتا في القصر منذ أن كانت صغيرة، حيث كانت تعمل كخادمة شخصية للأمير جاك. فقد أصبح هو ودوروتا صديقين مقربين بسرعة. تدريجياً طورت دوروتا مشاعر للأمير جاك. كان جاك أميراً مميزاً جداً. لقد كان وسيماً وموهوباً، ولم تستطع أي امرأة تقريباً مقاومة سحره. لكن جاك كان مشغولاً بشؤون الدولة والتدريب، لذلك لم يكن يهتم بالحب. لم تثق دوروتا بنفسها، اعتقدت أن مظهرها العادي ووضعها كخادمة لا يستحقان الأمير. أثناء رحلة صيد تعرض الأمير جاك لحادث مفاجئ تركه مصاباً وضعيفاً جداً، مما استدعى الاستلقاء في السرير للتعافي. في البداية حضرت العديد من الخادمات للأمير، لكن في النهاية سمح لدوروتا فقط برعايته. هذا هو طبقي المفضل، وأنت فقط تفهميني يا دوروتا. أثناء شفائه أمضت دوروتا الكثير من الوقت إلى جانب الأمير. وقعت في حب جاك أكثر مع مرور كل يوم، لكن الأمير ظل غافلاً. من تلك الفتاة التي تأتي إلى الحديقة كل يوم؟ هذه كاترينا ابنة الجنرال، غالباً ما تأتي إلى هنا للاستمتاع بالمناظر الطبيعية. نعم أتذكر. واو إنها جميلة حقا، أليست كذلك دوروتا؟ بينما كان جاك يتعافى أسرته جاذبية كاترينا أكثر فأكثر. كانت كاترينا امرأة رائعة الجمال، أكثر كمالا من الأمير نفسه. انتظر جاك بفارغ الصبر زيارتها كل يوم، لكنها تلوح له من الحديقة فقط ولم تأتي لرؤيته. أسر جاك لدوروتا عن مشاعره تجاه كاترينا، حيث رآها أخته الكبرى. على الرغم من وجع قلبها، لا تزال دوروتا تخفي عواطفها وتستمع إلى جاك. لماذا لا تأتي إلى هنا دوروتا؟ لاحظت دوروتا أن الأمير جاك كان ينتبه لكاترينا وكانت عازمة على مساعدته في العثور على السعادة. آنسة كاترينا، هل يمكنك تخصيص بعض الوقت لزيارة الأمير؟ أنا؟ لا 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 مستحيل، لم يحن الوقت بعد. أيتها الفتاة الصغيرة. لكن لماذا؟ أنت تلوحي للأميرة كل يوم، هو يبدو أنه مهتم بك.
أنا مشغولة جداً، يجب أن أتعامل مع العديد من الرجال الآخرين أولاً. كانت دوروتا عاجزة، لكن خطرت لها فكرة أخرى. كتبت رسائل حب باسم كاترينا، وتظاهرت أن كاترينا طلبت منها إرسالها إلى الأمير جاك، والأمير جاك أحب تلك الرسائل حقاً. الكلمات الصادقة في الرسائل كانت في الواقع مشاعر دوروتا. تدريجياً وقع الأمير في حب الشخص الموجود في الرسائل، والذي كان يعتقد أنه كاترينا. عندما كان الأمير جاك مصمماً على مقابلة كاترينا، حدث شيء غير متوقع. تم اختطاف كاترينا أثناء رحلة، وكانت هي والخاطفون في عداد المفقودين. علم الملك بعلاقة جاك مع كاترينا، وأمر الجميع بعدم الكشف عن الحقيقة للأمير حتى يتمكن من التعافي بسلام. ولكن بعد عدة أيام دون رؤية كاترينا، أصبح الأمير جاك قلقاً بشكل متزايد. كان بإمكان دوروتا فقط مساعدة الأمير على التزام الهدوء برسائل الحب الوهمية، ومع ذلك كانت تعلم أن الأكاذيب لا يمكن أن تستمر إلى الأبد. في ذهن دوروتا، أحب الأمير جاك كاترينا فقط بسبب وجهها الجميل، لذا جاءت فتاتنا المسكينة بخطة مجنونة. ذهبت دوروتا لرؤية بلاك، الساحر المذهل الذي عمل بشكل غير قانوني في السوق السوداء. كان وجه بلاك مخيفاً بشكل رهيب، وشاع الناس أن هذا هو سبب اختياره للعمل في السوق السوداء لتجنب التمييز. ماذا تريدين؟ نشدت دوروتا بلاك لتغيير وجهها ليبدو مثل كاترينا، حتى تكون مع الأمير جاك وتساعده في العثور على السعادة. لا، الحب حماقة. هل تريد أن تتخلي عن وجهك من أجل ذلك؟ أنت جبانة جداً لدرجة أنك لا تستطيعين التحدث عن نفسك. إذا لم أتمكن من مقابلة كاترينا، أخشى أن الأميرة جاك سيعاني ويموت. ماذا عن عينيك؟ لن تري وجه الأمير الوسيم مرة أخرى. أنا أتفق، وأنا أحبه لما هو عليه وليس مجرد مظهره. بدأ الساحر بلاك متأثراً بتصميم دوروتا. ومع ذلك لن يتم تفعيل التعويذة على الفور. كان على دوروتا أن تنتظر 3 أشهر حتى تكتمل التعويذة. ماذا حدث لك يا دوروتا؟ أنا بخير جلالتك، أنا فقط تعثرت. لكن في غضون 3 أشهر لن أكون هنا بعد الآن جلالتك. تفاجأ الأمير جاك عندما حاول أن يسأل دوروتا عن شيء ما، لكنها ظلت صامتة دائما كلما ذكر ذلك. جعله هذا متشككا، وبدأ في مراقبة دوروتا عن كثب. نتيجة لذلك بدأ ببطء يدرك مدى رفقها ورعايتها تجاهه. خلال تلك الأيام استمرت دوروتا في إحضار رسائل مزيفة إلى الأمير جاك. بدأ الأمير جاك في التعافي وأصبح أكثر انتباها وقوة، لأنه في الرسائل أعلنت كاترينا أيضاً عودتها في غضون 3 أشهر تقريباً. دوروتا، كاترينا ليست جميلة فحسب، بل تتمتع بشخصية رائعة أيضاً. هذه الرسائل ساحرة ورائعة للغاية. نعم، هي ابنة الجنرال سموك. لقد تعرفت على شخصيتها من خلال هذه الرسائل، حتى لو كانت بسيطة المظهر سأحبها لجمالها الداخلي. هل كل شيء على ما يرام؟ لا لا، إنه خطأي جلالتك، أنا آسفة. وجد الأمير جاك سلوك دوروتا غريبا جدا. فجأة أدرك أن عودة كاترينا تزامنت مع رحيل دوروتا. بدأ في الشك والتحقيق. ماذا يجب أن أفعل الآن؟ ها؟
هل قراري خاطئ؟ لا، على الإطلاق، جلالته نبيل ولا يستحقه إلا كاترينا. بدت دوروتا غير مدركة لحنكة الأمير. في هذه الأثناء تفحص الأمير جاك بدقة الرسائل التي أحضرتها دوروتا إليه. لماذا يبدو هذا الجزء من المحادثة مثل دوروتا؟ لماذا لم ألاحظ ذلك عندما قرأت الرسالة عدة مرات من قبل؟ ثم قرر أميرنا جاك تأكيد شكوكه بنفسه. الأنسة كاترينا أرسلت رسالة أخرى. جلالتك، هل أنت بخير جلالتك؟ أنا بخير. رسالة أخرى؟ هل يمكنك قراءتها لي؟ أشعر بالإرهاق اليوم. تظاهر الأمير جاك بالتعب وطلب من دوروتا قراءة رسالة له. كلما قرأت دوروتا الرسائل أصبحت أكثر عاطفية، كما لو أن الكلمات الموجودة في الحروف هي مشاعرها الخاصة لجاك. إذن كانت دوروتا هي من كتبت هذه الرسائل. كانت بجانبي طوال الوقت ولم أدرك ذلك. انتظري دوروتا، هذه أنت؟ من كتب هذه الرسائل؟ لا، كيف يمكن أن يكون؟ لا، هذه رسائل كاترينا جلالتك. لقد كنت أنت دوروتا، لماذا كذبت علي؟ أحب الشخص الموجود في هذه الرسائل وليست كاترينا. لكن أميرنا لم يستطع التنبؤ برد فعل الخادمة المسكينة بهذه الطريقة. لا، مستحيل، لا. ما بك دوروتا؟ توقفي أرجوك. نهض الأمير جاك على الفور وحاول اللحاق بدوروتا، لكن لأن جسده لا يزال ضعيفاً لم يستطع رؤيتها بعد الآن. أدركت دوروتا مدى جدية خطئها، ركضت مباشرة إلى منزل الساحر بلاك على أمل إنقاذ نفسها قبل فوات الأوان. ماذا الآن؟ أتوسل إليك، أرجوك ارفع التعويذة، أرجوك أتوسل إليك. روت دوروتا كل شيء في محاولة للتفاهم مع بلاك. مستحيل، هل يمكن كسر هذه الصفقة؟ لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يحدث أبداً. بغض النظر عن أي شيء، لم تستطع دوروتا كسر صفقة ساحر قوي. وصل الموعد النهائي وأخذ الساحر الشرير هوية دوروتا وعينيها. لا، هذا يؤلم كثيراً، هذا حار جداً. أوه، وجهي، لا، وجهي، أوه، لماذا هو أسود؟ أسود كثيراً، لا أستطيع أن أرى أي شيء. أوه، أين عيناي؟ ألا تتذكري الصفقة؟ العيون، عيناك مقابل هذا الوجه. هذا صحيح، الصفقة، كنت أنا من أراد ذلك. نعم، هذا صحيح، لقد كنت أنا. فقدت عينيها وهويتها وحتى حبها، ولم تعرف دوروتا ماذا تفعل الآن. بعد رائحة الملح الذي تحمله الرياح، تعثرت دوروتا على شاطئ صخري. وعدنا إلى بداية هذه القصة المأساوية. ستأتي. توقفي. ماذا تفعلين دوروتا؟ لا، دعني أذهب أرجوك، لا تفعل هذا، دعني وشأني. لا تفعلي هذا يا دوروتا، استمعي لي. ظهرت تعويذة سحرية لم تفكر بها دوروتا أبدا. أنت جلالتك؟ لماذا هو هنا؟ لا، كيف أستطيع رؤية جلالتك؟ كما ترون وجه دوروتا لم يتغير أبدا. كيف هذا؟ ها؟ هل أنت متفاجئة أيتها الصغيرة؟ لكن لماذا لم يتغير وجهي؟ إذا هل تعتقدي لماذا لم يصلح الساحر الأسود الموهوب وجهه؟ لم تدرك دوروتا أن الساحر بلاك يعاني من نفس المشكلة في مظهره مثلها. لتجنب التمييز، اضطر بلاك العمل بشكل غير قانوني في السوق السوداء. رأى
رأى بلاك نفسه في دوروتا، وشعر أيضا بالأسف تجاهها وحرصها على الحب لدرجة فقدان نفسها. لقد تظاهرت بإلقاء التعويذة لأعلمك درسا، أتفهمين ذلك؟ هذا كل شيء. لماذا فعلت ذلك يا دوروتا؟ لا أحبك بسبب مظهرك، لكن أنا مجرد خادمة، أنا لست جميلة حتى. أنت أمير، كيف يمكنني أن أستحقك؟ لا أحبك لروحك الداخلية. من أنت؟ المظهر ليس بنفس أهمية الروح دوروتا. بالنسبة لي أنت أجمل فتاة، عساس كثير، غريب. وكانت دوروتا هي من جعلت الساحر الأسود يتغير. لم يعد يعمل في السوق السوداء، وبدأ في التواصل أكثر مع الناس. في محاولة لإثبات الشخص الحقيقي وراء مظهره المرعب. وهذه هي قصة اليوم. شكراً لدعمكم. يرجى ترك التعليق والاشتراك في وفيري تيلز لمتابعة المزيد من القصص الرائعة. في يوم من الأيام كان هناك أمير تغلب على تحدي الملك وتسلق برج عال وأنقذ الأميرة المحاصرة في أعلى البرج بنجاح. إنها تسمى الأميرة الملعونة. لكن لماذا حصلت على هذا الاسم؟ يرجى الانضمام إلينا لاكتشاف القصة بأكملها. أميرة، ما الذي جعلك تحبسي نفسك في قمة هذا البرج؟ أيها الأمير، شكراً على إنقاذي. أولاً دعني أخبرك عن سبب حبسي في هذا المكان. والدي ملك هذه المملكة، ولكن حاولوا معرفة السبب، لكن الملك والملكة العجوز لم يعرفوا لماذا لا يستطيعون إنجاب الأطفال. هذه المحنة جعلت الملك والملكة يشعران بالحزن، يصلون كل يوم شوقاً إلى إنجاب طفل لتلبية رغبتهم في أن يكونوا أماً وأباً. بعد فترة طويلة من مشاهدة الإخلاص في كل صلاة، ظهرت في يوم من الأيام جنية القدر في حلم الملك لتقول: بمعرفة قلبك وما ساهمت به، سأخالف القواعد وأعطيكما هدية. بعد فترة وجيزة حملت الملكة فجأة. منذ ذلك اليوم أهمل الملك تدريجياً الصلاة، وهذا خيب آمال جنية القدر. بعد بضعة أشهر فقط دخلت الملكة في المخاض في وقت أبكر مما كان متوقعاً. يمكن للأطباء الملكيين فقط إنقاذ حياة الأميرة الصغيرة، أما الملكة لم يعد لديها القوة للاحتفاظ بالحياة. وحلم الملك مرة أخرى بجنية القدر. لديك هدية، تجرأت على نسياني وإهمال صورتي، هل هذا هو امتنانك لجنيتك الخاصة بك؟ على الرغم من أن الملكة اضطرت إلى دفع حياتها، إلا أن ذلك لم يكن كافياً. تذكر هذا، يوماً ما ليس بعيداً جداً، كلب وثعبان وتمساح سيقتلون الأميرة. بعد الحلم سارع الملك إلى بناء برج طويل لابنته المولودة حديثاً في وسط الغابة، منفصلة تماماً عن المجتمع. بعد مرور 18 عاماً أصبحت الأميرة الجميلة سيدة شابة جميلة، أصبحت أكثر وأكثر جمالاً.
لكنها كانت دائما حزينة ووحيدة. إنها تشعر بالوحدة أكثر وأكثر في هذا المكان. ربما يجب أن أجد شخصا موثوقا وقويا لحمايتها في المستقبل. طالما هناك رجل شجاع قادر على التغلب على الصعوبات لتسلق هذا البرج وضمان سلامتها في المستقبل، فسيكون مؤهلا ليكون رفيقا لها. يجب أن يكون من هذا القبيل. جاء العديد من النبلاء هنا للتقدم لها، لكن لم يتمكن أي منهم للوصول إلى الأميرة وتحريرها. ذات يوم وصل أمير وسيمون إلى هذا البلد. إذن هذا البرج حيث الأميرة كأمير. يمكنني تجاهل هذا الشيء الرهيب. هيا يا فتى. ومع ذلك بعد أن علم الأمير أن هذا المكان يمنع بشدة وجود الكلاب، اضطر إلى إخفاء صديقه المقرب. تفوق الأمير على خصومه الآخرين بقدراته، تغلب بسرعة على التحدي المتمثل في تسلق البرج العالي، ووصل إلى الأميرة. عند رؤية شخص وسيم وموهوب ولا يخاف من الصعوبات، انجذبت الأميرة بسرعة. هكذا قابلت الأميرة رجل مصير حياتها. وبعد أن شاهد قدرة الأمير وقوته، شعر الملك بالرضا الشديد. قرر إقامة حفل زفاف مهيب في القصر مباشرة. في ليلة الزفاف، عندما عادت أميرتنا إلى غرفتها كانت متعبة. ظهر ثعبان غريب فجأة على نافذتها بعيون ساطعة للدماء. أنا قدرك، نلتقي أخيرا. في اللحظة التي كانت فيها الأميرة معلقة، مر ظل أسود بسرعة. كان رفيق الأمير. أنقذ كلب الصيد على الفور حياة أميرتنا في الوقت المناسب. تلك اللحظة دخل الملك والأمير معا إلى الغرفة بسبب صراخ الأميرة. قفي! صباح الغد. في وقت مبكر من صباح اليوم التالي وفي طريق العودة إلى مسقط رأسه مع الأمير، استدار كلب الصيد فجأة بغرابة. يبدو أنه يمكنه رؤية صورة الأفعى الشريرة تظهر على الكلب بطريقة ما. هيا يا صديقي، ماذا يحدث؟ لكن فجأة تحدث الكلب بلغة الإنسان. أنا مصير الأميرة. هناك قوة معينة من الثعبان تريد أن تمتلك جسدي. يريدني أن أصبح متعطشاً للدماء أكثر من أي وقت مضى. تحولت عيون الكلب إلى سفك الدماء تماماً مثل عيون الثعبان في الليلة السابقة. أميري، تحتاج إلى العودة لإنقاذ الأميرة على الفور قبل فوات الأوان. الوحش وصل. سمع الشاب ذلك وثق بصديقه وابتعد على الفور واندفع عائداً إلى القلعة. عاد الأمير إلى القلعة ووجد الأميرة جالسة بجانب بحيرة كبيرة تلعب مع الأسماك. لطالما استخدمت هذه البحيرة لأسماك الزينة فقط، لم يسمح للحيوانات الأخرى بالعيش هنا. ومع ذلك ظهر تمساح ضخم من الماء أمام الأميرة بعيون متعطشة للدماء. قبل ظهور الوحش قاد الأمير جنوده بشجاعة واندفع للقتال لحماية زوجته. ومع ذلك فإن قوة التمساح كانت تفوق بكثير قوة البشر. تم هزيمة كل جندي واحدا تلو الآخر.
عندما اقترب الوحش من أميرتنا نظر بنظرة شرسة جعلها تخشى حتى التفكير في الهروب. أنا قدرك، دعينا ننهي كل شيء. لم تفكر في أي شيء، قررت التخلي عن كل شيء وتقبل مصيرها. الجميع أغمضوا أعينهم دون وعي ولم يرغبوا في رؤية إراقة الدماء التي كانت على وشك الحدوث. لا لا، فجأة جاء ظل أسود بسرعة وكافح ضد التمساح. كان الكلب، مما جعل الجميع فضوليين لفتح أعينهم. كما اتضح، عاد الكلب الذي أمر الملك بطرده لإنقاذ الأميرة مرة أخرى. بعد انتهاء المعركة هزم الكلب التمساح الشرس ببطولة لإنقاذ حياة الأميرة، لكنه لم يعد قادراً على الحركة بعد. لم تستطع الأميرة سوى مشاهدة أميرها وهو يصرخ من الألم. وفجأة ظهرت امرأة في الأجواء، كانت جنية القدر. أميرة، اختفى مصيرك المحتوم بشكل لا يصدق. بأعجوبة، الشخص الذي غير مصيرك كان أنت. تم منح كلب الصيد هذا بالإضافة إلى الوحشين الآخرين القوة، وأمروا بتدمير حياتك. لكن الكلب تأثر عندما توسلت لإنقاذ حياته. حاول مقاومة أوامري وضحى بحياته لإنقاذك مرة أخرى. هذا لم يحدث قط في التاريخ، لكن لا شيء مستحيل. سأقدم لك هدية صغيرة كمكافأة. كانت المكافأة إعادة الكلب الشجاع إلى الحياة. بالطبع لم تعد العيون الحمراء تزعج أميرتنا مرة أخرى. في أعماق إحدى الغابات، حيث كانت الأشجار كثيفة والزهور متفتحة ومتداخلة، باختلاس النظر تحت الأوراق توجد بعض المنازل ذات المظهر الغريب. في الواقع كانوا مخابئ الجنيات الصغيرة. تمتلك الجنيات هنا قدرة خاصة، يمكن للمرء أن يساعد النباتات على النمو بقوة. كانت أحدهم جيدة جداً في التحكم في الماء، بينما يمكن لأي شخص أن يلعب بالنار بحرية. حسناً، بالطبع هناك استثناءات لم يعرف الجميع ويتحكم في قدراتهم جيداً. هناك جنية جميلة تدعى هيلدا، تحلم دائماً بأن تكون جنية لطيفة وموهوبة، ولكنها مختلفة عن أي شخص آخر. أريد أن أكون موهوبة مثلهم، لكن لا أعرف ما هي قدرتي. في هذه الأرض كانت الجنيات الشابة من نفس العمر بحاجة إلى المشاركة في مسابقة تنمية قدرات بقيادة جنية عظيمة. أهلاً بالجميع، اسمحوا لي أن أقدم نفسي. أنا لومين، التي تتحمل مسؤولية تقييم المهارات وتعيينها لكل شخص هنا بعد الامتحان. هذا هو الكريستال الخيالي الذي يستخدم لاختبار القدرات عن طريق توجيه قوتك الخاصة إلى البلورة، فإنها ستمتص تلقائياً وتظهر وفقاً لذلك. كلما زادت الطاقة المنقولة حدثت ظواهر أكثر وضوحاً. هذا مثال. معنى أن تكوني جنية هو أن تجلبي السعادة للعالم. أولئك الذين لا يستطيعون القيام بذلك سيفقدون قوتهم تدريجياً ويختفون إلى الأبد. بالطبع لا أعتقد أن هذا سيحدث لكم يا رفاق. الكل يفهم، أليس كذلك؟ إذن من ستكون أول متطوعة؟ صعدت الجنية الصغيرة واحدة تلو الأخرى لاختبار قدراتهم. بذل الجميع قصارى جهدهم وشعروا بالسعادة عندما وجدوا القدرة الأنسب لهم. هيلدا لم تكن استثناء، كانت تنتظر بفارغ الصبر دورها. أخيراً بدورها أرادت هيلدا أن تقدم نفسها بأفضل ما تستطيع. تبعت الجنيات السابقة وحاولت أيضاً توجيه الطاقة إلى البلورة. بغرابة أضاءت البلورة قليلاً ثم انطفأت، لم تظهر أي قدرة خاصة. عجيب، أنت جربيها مرة أخرى، ربما لا تكفي قوتك لتنشيط البلورة. لم تستسلم هيلدا، وصلت المحاولة للمرة الثانية
لكن النتيجة لم تكن مختلفة كثيراً عن سابقاتها. بدأ الجميع في الهمس بشأن الأمر. ماذا لو لم يكن لديها أي قوة؟ تراجعي هيلدا، ماذا تفعلي هنا بدون أي قوة؟ بعد مرتين بدون نتائج إيجابية، أصيبت هيلدا بالارتباك. اعتقدت أن كمية الطاقة التي نقلتها لم تكن كافية. مرة أخرى، حاولت أن تضع كل قوتها في البلورة. بدأ الكريستال يلمع بشكل مشرق، طاف في الهواء واختفى على الفور بعد ضوء ساطع. مع عدم وجود بلورة متوفية لفحص قدرات أولئك الذين جاءوا بعد هيلدا، أصبحت بعد ذلك مركز كل التذمر. انظري، هذا شيء جيد قمت به. أين الكريستالة؟ لم أختبر قدرتي حتى الآن. لقد فقدت الكريستال، قوتها جعلت الكريستال يختفي. أصيبت الجنية العظيمة بخيبة أمل، وكان الآخرون يحتقرون. اعتقد أصدقاؤها جميعاً أن قدرة هيلدا كانت عديمة الفائدة، وأنهم فقدوا الكريستال الخيالي. حسناً يا فتاة، ما هي قوتك؟ إذا كانت قدرتك لا تجلب السعادة، فلا يمكنني تكليفك بأي مهمة. لا، أنا لم أحطم أي شيء. أعرف كيف أحول التراب إلى ذهب. هل يمكنك تحويله إلى أي شيء آخر؟ سيدتي، أنا لا أعرف. إذا كان هذا كل شيء، إذن أنا لا أقدر قدرتك. أولاً، الذهب عابر بالنسبة للجنية. يمكن للتربة أن تغذي المزيد من الأشجار، وهي أغلى بكثير. ثانياً، ذهب الكريستال. لا يمكنني إجراء فحصاً للآخرين بعد الآن. حسناً، سأذهب لأتحدث إلى الباتريارك حول هذه الحادثة. تفرقوا جميعاً، سأعلن لاحقاً. عديمة الفائدة، مخربة. بسبب السخرية منها، بسبب القدرة غير المجدية التي تسببت في إلحاق الضرر بالآخرين، كانت هيلدا حزينة للغاية، ولم تستطع إلا الجلوس والبكاء. في نهاية اليوم، بعد مناقشة الأمر مع الباتريارك والعودة إلى الفصل الدراسي، وجدت المعلمة لومين هيلدا جالسة على جذع شجرة تنتظر بياس. عند رؤية تعابير هيلدا السلبية، سارت لومين إلى جانبها. أرادت أن تعطي تلميذتها بعض النصائح. أنت هيلدا، أليس كذلك؟ أجل، أنا آسفة، لم أقصد. بخصوص الكريستال الذي تعاملت معه بالفعل، لا داعي للقلق بشأنه بعد الآن. نعم، لكن لا تعتقدي أن قدرتك غير مجدية. كل قدرة هي هبة خاصة من الله. ستكون هناك بالتأكيد طريقة صحيحة للتقديم وإضفاء السعادة على الحياة. لم تجدي طريقة معقولة لاستخدامها بعد. حسناً، سأجد طريقة لاستخدام قوتي وإسعاد الناس. عند سماع نصيحة معلمتها، شعرت هيلدا بتعزيز قوي. بدأت في المغادرة ووجدت طريقها الخاص. آمل أن تجد الطريق الصحيح قريباً. أما عن هيلدا، فقد عادت الآن إلى قريتها، لكنها نظرت فقط من بعيد. ربما هذا المكان غير مناسب لي. هل أحاول الذهاب إلى العالم الخارجي لأكتشف ذلك؟ ربما يمكنني أن أجعل شخصاً ما سعيداً. قبل أن تتم حديثها، طارت هيلدا على الفور من الغابة. كانت هيلدا تحلق فوق منزل صغير على حافة الغابة، عندما سمعت أنين طفل. عندما رأت أن نافذة الغرفة كانت مفتوحة، حلقت واختبأت في الخارج. نظرت بفضول إلى الداخل. رأت طفلاً صغيراً يبكي ويحتضن والدته. أمي، لقد سقطت، اصطدمت بحجر، سقطت أسناني. إنها مجرد سن رضيع يا طفلي. لا أريد. كل أصدقائي أشادوا بي لأن أسناني جميلة، لا أريد تركها. يسقط السن، فسيكون هناك سن جديد يحل محله، سيكون أطول وأقوى بكثير من هذا السن القديم. لا تبكي يا عزيزي. أمي، هل يمكنني الاحتفاظ به حتى يتم استبدال أسناني الجديدة كي أطمئن؟ حسناً، اذهب إلى الفراش مبكراً حتى تنمو أسنانك بسرعة. تصبحين على خير أمي. ليلى سعيدة يا عزيزي، أحبك. عاد الصبي إلى سريره، هز برفق سنه، ودعا. أسناني، أحبكم كثيراً. قبل خروج سن جديد، أتمنى أن تأتيكم أفضل الأشياء. بعد ذلك وضع الصبي سنه تحت الوسادة واستلقى على الفور ونام. استمعت هيلدا إلى كل كلمة من القصة المؤثرة ودعاء الصبي.
أوه، يمكنني استخدام قوتي لصنع الذهب ليحل محل سنه. ثم قررت التقاط بعض التربة وتحويلها إلى عملة ذهبية، وحاولت تبديلها بأسنان الصبي. عملة ذهبية للسن، سيحب هذا. ومع ذلك فإن تصرفات هيلدا المتسرعة والخرقاء عند تبديل العملة الذهبية للأسنان قد أيقظت الصبي. بدلاً من الخوف من مخلوق غريب، أظهر الصبي فضولاً وشاهد بصمت تصرفات هيلدا الغريبة. بمجرد أن لمست هيلدا السن، على الرغم من أنها لم تستخدم قوتها، أصبح جسدها وأسنانها أكثر إشراقاً، وأصبحت هيلدا فضولية أيضاً، وبدأت في نقل قوتها إلى الأسنان تماماً كما فعلت عندما حاولت استخدام الكريستال الخيالي. فجأة ترك السن يد هيلدا وحلق في السماء، استقر في السماء وتألق بشكل جميل. بعد أن شهد سنه يتحول إلى بقعة لامعة في السماء، لم يعد بإمكان الصبي الصغير أن يحبس إحساسه بعد الآن. مذهل! شعرت هيلدا بالدهشة وحلقت بعيداً، ولكنها ما زالت باقية خارج المنزل وسمعت كلمات مثيرة للاهتمام. أمي أمي، رأيت للتو جنية أخذت أسناني المكسورة وحولتها إلى شيء متلألئ في السماء. حسناً، تركت عملة ذهبية، انظري. ليس ذلك فحسب، فمن الصبي خرجت أضواء ودخلت جسد هيلدا، وشعرت تدريجياً بسعادة الصبي وأصبحت هي نفسها أقوى. فهمت هيلدا على الفور كيف جعلت العالم الصغير سعيداً. هذا عظيم، تضح أن جعل الآخرين سعداء يبدو هكذا. منذ ذلك الحين كانت متحمسة وقررت أن تصبح جنية أسنان. طارت في الأجواء مستخدمة العملات الذهبية لتبديل أسنان الأولاد والبنات وخلق سماء مليئة بالأضواء المتلألئة الجميلة التي أطلق عليها النجوم. ثم انتشرت بين الأولاد والبنات تدريجياً قصة الجنية التي غيرت الأسنان بالعملات الذهبية، وأطلقوا عليها اسم جنية الأسنان. في يوم من الأيام في قرية صغيرة، كان هناك نحات للصخر يسمى ماكس. فهم ماكس كل نوع من الصخور التي وجدها، أيهما كان مناسباً للنحت وأيهما كان مناسباً للبناء. ومع ذلك كان ماكس شخصاً طموحاً، لم يشعر أبداً بالرضا عما حصل عليه كنحات. كان دائماً يشعر بالغيرة من أي شخص أكثر ثراءً وقوة. أتمنى أن أكون مثلهم، نعم سأكون غنياً ولدي المزيد من القوة، لا أريد أن أكون مجرد نحات فقير. في أحد الأيام ذهب ماكس إلى الغابة كالمعتاد ووجد صخرة مثالية للنحت. عندما كان ينحت فجأة أشرق ضوء داخل الصخرة الكبيرة، ظهرت جنية متلألئة ابتسمت لماكس. من أنت؟ مرحباً ماكس، أنا آريا جنية الصخور. ماذا؟ هل تعرفي اسمي؟ جنية؟ هل أنت جنية؟ لا يصدق. إذن نحاتنا لا يؤمن بما يراه، انظر لهذا. ألقت آريا بتعويذة. رائع، عادت الصخرة التي كان ماكس ينحتها إلى شكلها الأصلي. هل تصدق الآن ماكس؟ يا إلهي، صخرتي، عملي طوال اليوم. أنا آسفة جداً، ولكن هذا الشيء هو بيتي، من فضلك لا تدمره. من ناحية أخرى سأمنحك الأمنيات بالمقابل. حقاً؟ أي شيء؟ نعم، أي شيء. حسناً، ومع ذلك ليس لدي أمنية في ذهني، أحتاج إلى قضاء المزيد من الوقت في التفكير، هل هذا جيد؟ لا مشكلة، سأبقى في جيبك حتى أتمكن من الاستماع إلى رغباتك. رائع، يمكن تحويل يوم كامل من العمل إلى أي رغبة. لنرى ماذا أريد؟ على الطريق سار ماكس بجوار منزل تاجر ثري، رأى التاجر يصيح في خدمه.
الذهب اللامع والمجوهرات الفاخرة على التاجر جعلت ماكس يشعر بالغيرة. يا له من تاجر قوي وثري، أتمنى أن أكون مثله. لا أريد أن أكون نحاتاً فقيراً بعد الآن. سمعت أمنيتك الأولى، ستصبح تاجراً ثرياً. فتح ماكس عينيه وهو ينظر حوله بسعادة. الآن أصبح ماكس تاجراً ثرياً. قلد ماكس ذلك التاجر صارخاً في خدمه، جعلهم يخافون وينصاعون لأمره على الفور. حسناً، الآن أنا قوي جداً، هذا رائع. شعر ماكس بالسعادة، بدأ يستمتع بحياة رجل ثري، لديه المال في كل مكان، ولن يقلق بشأنه أبداً. حتى يوم مشمس، عندما جلس ماكس على عربة يجرها حصان، شعر بالانزعاج من ضوء الشمس على وجهه. رأى الشمس كانت تنظر إليه بفخر. الشمس قوية جداً، فقط الشمس يمكن أن تكون في أفضل وضع. أوه، أريد أن أكون إله الشمس. سمعت رغبتك، ستصبح إله الشمس الآن. فتح ماكس عينيه، اكتشف أنه أصبح إله الشمس. قاد الشمس في السماء وهي تتألق بفخر في كل مكان. جعل ضوء الشمس كل تاجر ثري يغمض عينيه. قد شمسه الحقول وجففت النباتات، جعلت الفلاحين ينظرون ببؤس إلى السماء ويتوسلون. في الواقع كان لماكس مكانة رائعة. لم يمضي وقت طويل بعد ذلك، جاءت السحب وغطت الأرض من الشمس. ضوء الشمس الخاص بي لا يمكن أن يعبر عبر هذه الغيوم، هذا يعني أنهم أقوى مني. مستحيل، أتمنى أن أكون إله الغيوم. سمعت رغبتك، ستصبح إله الغيوم الآن. رائع، أنا حقا إله الغيوم. شعر ماكس بالرضا، طاف في السماء وتحكم في السحب الضخمة ليغطي ضوء الشمس بسهولة. بينما كان هؤلاء الناس قلقين بشأن هذا، شعر ماكس بشعور عظيم بالقوة. أنا قوي جداً. على الفور جاءت ريح وأبعدت الغيوم. أوه، الرياح، ماذا تفعلين؟ هيا توقفي. إذن فالرياح أقوى من الغيوم، لا أستطيع أن أراهم يبعدونني، أريد أن أكون إله الريح. هل تريد أن تكون إله الريح؟ مثل ما تتمنى. رائع، شكراً لك آريا. لكونه إله الريح، شعر ماكس بالنشاط مع القوى الجديدة. أبعد كل السحب الضخمة في السماء. طار إلى الغابة وأطلق الهواء على الأشجار والأغصان والأوراق. ضحك وهو يشاهد كل شيء في حالة فوضى. ليس ذلك فحسب، بل إن ماكس دمر العديد من المنازل ودفع الجميع إلى البؤس. هذا جنون، الجميع يخافون من قوتي. صخرة، كيف تجرؤي؟ لماذا لا تطيعيني مثل تلك الأشجار؟ حاول ماكس أن يبعدها، لكن لم يحدث شيء للصخرة. يا إلهي، هذا صعب للغاية، لا ريح تستطيع فعل أي شيء لها. آريا، أريد أن أصبح إله الصخور مثلك، لا ريح تستطيع أن تهب علي. هذا سهل جدا، ستكون إله صخور قوي. وبعد ومضة أصبح ماكس إله الصخور. شعر بالارتياح. اختبأ ماكس في صخرة كبيرة على الحافة تطل على الوادي. بدأ ماكس راضياً حقاً، حيث لا يمكن للرياح والمطر ولا أشعة الشمس أن تفعل شيئاً له. الآن هذا هو أفضل موقف، لا داعي للقلق بشأن أي شيء بعد الآن. تفاجأ ماكس، لقد كانوا أصدقاؤه النحاتان. ذهب هذان النحاتان إلى الصخرة الكبيرة حيث كان ماكس يجلس. هذه الصخرة جيدة جداً، هذا ما نبحث عنه. هذا صحيح، سنقوم بخطوتنا الأولى على الفور.
السحير. ها؟ ها؟ لا لا تفعلوا ذلك، أنتم يا رفاق تؤذونني. توقفوا توقفوا أرجوكم، أنا ماكس. لكن لم ينجح شيء، لم يتمكنوا من سماع ما قاله ماكس. مكعب آخر نحت وسقط. الصخرة الكبيرة يمكن أن تكون قوية حقاً قبل كل شيء باستثناء أيدي هؤلاء النحاتين. لم أشعر بالرضا مع نفسي في الماضي، الآن أعلم أنه لا يوجد شيء أفضل من وظيفتي القديمة. لا أريد أن أكون أي شخص آخر غير نفسي. أتمنى أن يعود كل شيء إلى المقام الأول. ومضى ضوء واختفى إله الصخرة. هذا رائع، كل شيء كان مجرد حلم. لقد عدت لقد عدت. بعد تجربة هذه الأشياء أدرك ماكس أن لكل شيء نقاط ضعف وقوة. شكراً جزيلاً لك آريا، بفضل تلك الأمنيات تعلمت دروسي. فعلاً سأقوم بخطوة جيدة بعملي الآن. وداعاً إلى اللقاء. تعلم ماكس كيف يكون راضياً عن نفسه، لم يعد يشعر بالحاجة إلى أن يكون أي شيء آخر. شعر بالسعادة مع حياة نحات الصخور. أصبح ماكس يعمل بجد، ثم أصبح ثرياً ومحبوباً ويحظى باحترام الناس. لذا بدلاً من الشعور بالغيرة من الآخرين، كن على طبيعتك فقط. تحتاج إلى اكتشاف قوتك. ربما أنت الأفضل بالطريقة التي لم تكتشفها.